هذا مخيم جنين، سحائب الدخان والدبابات المحيطة بمداخل المدينة وطائرات الأباتشي والاستكشاف غدت من معالم المخيم والمدينة. الدخول إلى جوار المخيم كان شبه مستحيل حتى على طواقم الصليب الأحمر، غير أن طاقم NBC استطاع التسلل برفقة أشخاص حاولوا نقل مساعدات إنسانية بكل ثمن. جايبينهم عريانين زي ما خلفتهم مياتهم، فتوفقنا بأول العملية بشكل سريع وبلشنا نوصل تراكتورات من القرية هون. بعدين الخبر انتشر خلال دقائق أو خلال ساعة بجوز ساعتين، كان واصل لكل قرى المثلث والناصري والجليل، ومش مسيطرين على الحمد الإغاثة، الحمد لله رب العالمين. بقول مش مسيطرين لأنه عملية الإسعافات الأولية والطبية والملابس زي ما أنت شايف التراكتورات طبعا شغال، لأنه يستحيل بني آدم حتى بجريك زي ما أنت جيت في جريك شفت أنه صعب جدا كمان الوصول المشي. هاي الأسامي بنحطها هون مشان كل واحد يتعرف على قرابته إذا كان موجود أو مش موجود. هذا المسجد تحول إلى مخيم لاستقبال الأسرى المحررين الذين تم إطلاق سراحهم بعد تعرض بعضهم للضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال الذين قاموا بفرزهم وباعتقال من اشتبه بالقتال ضد إسرائيل في المخيم. ضربوني كثير، ضربوني على ظهري بالعصي، بجريهم طزعوني بالسيجار على ركبتي. وقفوا الطخ وطلعت، كانوا ردوا سحبوني، صاروا يضربوا بي بتقولوا لي هربت المسلحين. هم أطفال هدوا الدور اللي فيها وتخلص. بعض الحكايات التي سمعناها من اللاجئين الجدد عبثت بذكريات الفلسطينيين المؤلمة من تاريخ اللجوء الطويل. طخوا الطار الزرف وهو الثاني طار معها، بعدين ارتمى صار نازع وكاد اسعفه، خفت يرد طخو رصاصتين علي، ضلتني عامل حالي ميت عند الفوج الثاني. مين هو الشخص هذا اللي كان معك؟ هذا المخيم كلف الإسرائيليين اليوم فقط أكثر من 13 جنديا بعد أن تم تفجير مبنى قاموا بالدخول إليه فجر اليوم، بعد أن سربت إسرائيل أخبارا مساء أمس أنها ستنهي العملية على أقصى حد حتى فجر هذا اليوم. فاتوا عند دار أخوي على المطبخ، حطوا القنابل وفجروا الحيطان، كل شوية طب احنا من الدار احنا والنسوان والصغار، صارت الصغار كلها تصرخ، في حوالي 100 طفل كانوا. يعني تيجي جرافة على البيت تهده كامل، ما تعطيش إذن حتى للناس، في شوية تحت الطمم لحد هسه مش عارفين طولهم. أنا بقول يا إسرائيل يعني إذا بده يكون حاليا في 100 استشهاد بمخيم جنين راح يكون 1000 استشهاد بمخيم جنين، ومش راح هذا الشيء يعني يأثر على مخيم جنين. مخيم جنين بيبنى. الطائرات الإسرائيلية ما زالت تحلق في سماء المنطقة، ومع أنها نفذت خلال ساعات اليوم لساعات وقف إطلاق نار طوعي، إلا أن وجودها وبكثافة في سماء المخيم يدل ربما مع وجود الحشودات العسكرية الإسرائيلية على مداخل المدينة أن إسرائيل مصرة على كسر من كسر جبروتها بين الفلسطينيين. قاسم خطيب، NBC، من مشارف مخيم جنين.